السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بألف خير ان شاء الله. كما كتشوفوا معنا فيديو جديد، غادي نحاولوا اننا نحلوا هاد الكوليه هذه هي اللي بقات مازال ما حليناهاش. باش نشوفوا السلعه اللي فيها. اجيو دابا معايا تشوفوا شنو عندنا في هاد عندنا هنايا كولونات. هاد الكولونات عندكم، غادي ندير لكم واحد الفيديو اخر باش غادي نحلهم باش تشوفوا الشكل ديالهم كي داير. كاينين هاد المبطنين هادو اللي كيتلبسوا غلاض وكيتلبس بوحدو، وكاين هادو اللي كيتلبسوا في الحوايج هاد العاديين هادو، هاد العاديين هادو، هادو الملابس الداخلية ديال النساء كما كتشوفو هنايا. هادو لي مايو لي كيتيزين هانتوما كتشوفو، جبت لي طاي كاملين من تقريبا هنايا كتر اكس ال. كاين هاد الموديلات هادو، البس هي فيها 12. مازال غادي ندير لكم فيديوهات بيان ديتاي على حساب هاد السليعه هادي والاثمنه. هادو عاوتاني ديال البنيه البنات، تيكونو شويه فيهم ديكوراتيف لي دونتي. هادشي كلو ديال شي حاجه زوينه، شي حاجه ماركه واعره. هما الكولونات العاديين اللي بتقو، الكولونات هادو اللي كيلبسوهم البنات للمدرسة، حتى هما مبطنين من الداخل هانتوما كيما كتشوفو. غادي نشوفو بزاف، من بعد غادي نديرلكم شحال جبت وشحال اليوم. غادي نديرلكم غير فيديو نشوفو هاد الخنيشة هادي التالية شنو فيها. هادو عاوتاني كيما كتشوفو لي سوتيان، هادو عاوتاني قطن، شي حاجة مزيانة وشي حاجة مريحة. كاين هاد الشكل هذا، هادو فيهم هاد البندا هادي. هادو الكولونات، هادو جبت منهم كمية كبيرة كما كتشوفو. هادي ديال الستوندار هنايا، هادي ديال البنيات الصغار، هادو كولونات من نوع اخر موديل اخر. كيما نتوما تابوناو معنا في لاشين، وكل سلعه جبتها غادي نوريها لكم. هنايا كاينين الفوطات، كاين هاد الشكل هذا واعر ديال الفوطات. مازال غندير لكم ان شاء الله فيديو بيان ديتاي باش نحل لكم هاد السلعه كامله وتشوفوا التفاصيل. المهم نتوما غير تابوناو معنا في لاشين وديروا لنا واحد الجيم باش يطلع شويه هاد القناه. مع كانت عندنا قناة كبيرة ولكن مشات دوماج، وعاودنا أزيرو عرفتي دابا اليوتيوب ولا صعيب شوية باش تكمل السوايع. كاين هاد الموديل هذا ديال الفراشة،
حتى هذا قديم وفيه كاع لي طاب. هنايا بقاو لينا البطاط، البطاط من نوع جيد ماركة زوينة والموديل ديال الوقت. كاين هاد لاكولوغ هادي، كاين هاد الكري، الكري هنا بقات خمسه اخرى ديال الكولونات كيما كتشوفوا معانا. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، حلينا فيه هاد الكوليه هادي، مازال واحد الكوليه اخرى ومازال داكشي ديال الريكلام مازال غادي نوري لكم ان شاء الله. المهم نتوما غير تبعوا معنا وديروا لنا واحد ابوني باش نكملوا سوايع ان شاء الله. كنتمنى الفيديو نال الاعجاب ديالكم، الى اللقاء في فيديو قادم بحول الله.